مركب محمد الخامس في هذا النقل المباشر للمقابلة المهمة التي ستجمع ما بين المنتخب المغربي ونظيره التونسي. إذن سأترككم مع النشيد الوطني التونسي وأعود إليكم. الوطني التونسي، والآن سنستمع للنشيد الوطني المغربي. النشيد الوطني المغربي شنف أدانا هنا بمركب محمد الخامس، مقابلة مهمة في مشوار الإقصائيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للاعبين المحليين المزمع إقامتها شهر أبريل من موسم ومن سنة 2011. مقابلة مهمة نفسيا ومعنويا بالنسبة لكل المغاربة وبالنسبة للمنتخب المحلي وبالنسبة للجامعة الملكية المغربية. إذن لكي لا أطيل عليكم سأعطيكم تشكيلة الفريقين بعجالة. إذن التشكيلة الأساسية التي ستدخل المقابلة بالنسبة للمنتخب التونسي، هناك أيمن المتلوتي، الدراجي أسامة، مرياح مهدي، يحيى وسام، الحمامي شادلي، داودي زهير، عيفة بلال، بركاوي شاكر، بن يوسف عصام، كوربي خالد، صابر خليفة. إذن هذه التشكيلة الأساسية للمدرب سامي طرابلسي، والتشكيلة الاحتياطية على شكل الآتي، هناك كل من جردي، رامي، غول، مروان، مسكاني، يوسف، بوعزي، وجدي، بن صالح، محمود، مرزوقي، مهدي، ومهيب يوسف، والمدرب هو اللاعب الدولي السابق للمنتخب التونسي سامي الطرابلسي. المنتخب المغربي سيدخل بتشكيلة الآتية: في حراسة المرمى هناك نادر المياغري، بقية لاعبين كروشي عادل، الشيحاني محمد، الرباطي أمين عميد الفريق، فوزي عبد الغني، الراقي عصام، أجد أحمد، صالح ياسين، والحاج محمد، السليماني رشيد، وحميد بوجهار. إذن هذه التشكيلة الأساسية للمدرب مصطفى الحداوي. في حين التشكيلة الاحتياطية على الشكل الآتي: محمدين أحمد كحارس ثاني، بقية لاعبين سكومة أيوب، نجدي عمر، رق زهير، شاكو أحمد، بكر الهلالي، سعيدي صلاح الدين، والمدرب ومصطفى حداوي بمساعدة محمد سهيل. إذا كانت هذه تشكيلة الفريقين، مقابلة مهمة كما أسلفت الذكر للمنتخب المغربي للاعبين المحليين من أجل تأكيد الأحقية ومن أجل إرجاع الشرعية للكرة القدم الوطنية إفريقيا، خصوصا اليوم أمام فريق تونسي. الكل يعرف بأنه المواجهات ما بين الأشقاء التونسيين وأيضا المواجهة المغربية دائما تحمل ندية خاصة ودائما تحمل طابع خاص، فهذا يعتبر شبه ديربي مغاربي ما بين الكرة القدم التونسية والكرة القدم المغربية. إذا اليوم محل
حك حقيقي ومواجهة حاسمة لحسم في المتأهل للتأهل إلى السودان من أجل الالتحاق بالفرق المتأهلة لكأس إفريقيا للاعبين المحليين. إعلاميا ولا سواء جماهيريا بالنسبة للمنتخب المغربي هي مقابلة مهمة، مقابلة من أجل تأكيد أحقية اللاعب المحلي، طالما كنا ننادي بأنه لاعب محلي مكانه في المنتخب الأول. الآن أحدثت الدورة في دورتها الثانية، فبعد الدورة الأولى التي أقيمت بالكوت ديفوار والتي فازت بها جمهورية كونغو الديمقراطية في المقابلة النهائية ضد المنتخب الغاني، الآن دقت ساعة الحقيقة من أجل إثبات اللاعب المحلي المنتخب المغربي. أنا ذاك أقصي أمام نظيري الليبي، الآن الفرصة أمام المنتخب المغربي من أجل حسم التأهل. تعادل إيجابي، هدف ياسين الصالحي كان هو الهدف والبداية المبكرة وأسرع هدف مشوار الإقصائيات في الدقيقة الأولى، لكن لاعب عمار جمل أعاد المقابلة إلى نقطة البداية. عمار جمل يغيب عن هذه المواجهة. يقود طاقم تحكيمي من الجماهيرية الليبية بقيادة تمني صلاح وليد ومحمد نصر الدين كمساعد أول، مساعد ثاني فرج محمد فاتح. إذا نتمنى أن يكون تحكيم في مستوى المقابلة، في مستوى التطلعات. مقابلة مهمة بالنسبة للمنتخب المغربي. المنتخب التونسي بخمسة لاعبين لعبوا في دور دورة كأس افريقيا الأخيرة، خمسة لاعبين كانوا لاعبين أساسيين داخل المنتخب التونسي. هذا اللي كبير بأنه الآن المنتخب المغربي أمام نصف منتخب تونسي أول. إذا الآن الملاعبين المحليين فرصة لفريق المنتخب المغربي. لاعب عصام راقي كان حاول أنه يسدد تسديدة مباشرة. مصطفى حداوي حرص الحرس شديد من أجل أنه اللاعبين يكونوا في معنويات عالية ويكون تحضير بشكل جيد لهذا المقابلة، وكذلك التحضير النفسي والتحضير البدني والاستعداد بعيد عن كل ضوضاء. فحداوي كان صارم بانه حول العروض اللي ربما الان تنهال على مجموعه اللاعبين داخل البطوله الوطنيه، وبالتالي شيء طبيعي انهم غادي يكونوا اللاعبين داخل المنتخب المحلي انهم غادي يكون عندهم عروض، ولكن الحداوي طلب من اللاعبين بل اصر بل امر بانهم ينساوا هذا الامر والتفكير في هذه المقابله وعدم الدخول في اي حسابات وعدم الدخول في اي تخمين بالنسبه المستقبل القريب للاعبين المنتخب المغربي. وبالتالي فالمستقبل امام المنتخب او اللاعبين المحليين هو هذه المقابله، وبالتالي فلاعبين واعين بحجم المسؤوليه الملقاه على عاتقهم، واعين بانه الانطلاقه الحقيقيه للعوده للاضواء والعوده اقول للشرعيه لكره القدم الوطنيه افريقيا هو الانطلاق من هذه المقابله. اذا الان تماس لصالح المنتخب المغربي. أمين الرباطي هو كعميد للمنتخب المغربي. المنتخب التونسي غادي يلعب خطه 3-5-2. هناك غياب لاعب عمار جمل اللي التحق بفريق يونغ بويز البطل الدوري السويسري، وبالتالي عمار جمل مسجل الهدف الوحيد في تونس يغيب عن هذه المواجهه، وهذا شيء طبيعي لانها بطوله فقط للاعبين المحليين داخل البطولات المحليه في القاره الافريقيه. اذا على العموم هذه كانت بعض التوابل لانطلاق هذه المقابله، بعض المعطيات اللي غادي تخلينا نعرفوا قيمه هذه المقابله لاي طرف اعلاميا وجماهيريا. المنتخب المحلي التونسي ما كيحتاجش بنفس الاهتمام اللي كيحظى به المنتخب الاول، هذا كان شيء متوقع وطبيعي نظرا لانه المنتخب التونسي شارك في دورة كأس افريقيا الأخيرة والمنتخب المغربي ما شاركش، والاعتماد بشكل كبير على تحضير المنتخب الأول. أحمد أجدو رشيد سليماني الآن في الجهة اليسرى غادي يحاول أنه يرفع الكرة، ولكن الكرة ما ترفعتش بشكل جيد، دائما الخطورة واردة. ياسين الصالحي أحسن فكرة لو أنه ياسين الصالحي تمكن من هاد الكرة كان غادي يمرر في اتجاه عصام الراقي، ولكن على العموم مرت هاد المحاولة جانبا عن الحارس أيمن المتلوجي الحارس الرسمي للمنتخب التونسي اللي سبق له انه اجرى مقابله حبيه امام المنتخب الفرنسي اللي انتهت بالتعادل. اذا الان تماس لصالح المنتخب المغربي. كره اماميه ولكن فقط ضربه خطا، بالفعل كانت خطا واضح. التحيه للجاليه المغربيه والتونسيه المقيمه
بأوروبا وخصوصا بالديار الفرنسية. الأشقاء التونسيين وأيضا الأشقاء وأيضا إخواننا المغاربة يتابعون هذه المقابلة جنبا لجنب، وبالتالي الروح الرياضية عالية في هذه المقابلة ما بين الطرفين. سنتابع ضربة خطأ لصالح المنتخب المغربي، كل لاعبين التونسيين في مربع العمليات بدون استثناء، كل لاعبين تونسيين بدون استثناء في مربع العمليات. كذلك تواجد ربعة المهاجمين المغاربة داخل مربع العمليات. تمريرة ممتازة في اتجاه عصام راقي، يبحث عن تسديد، عصام راقي يسدد، عصام راقي تسديدته مرة عالية شيئا ما. عصام الراقي نتمنى له التوفيق في مشواره الكروي. هناك حديث عن قرب انضمام عصام الراقي لفريق الوحدة السعودية، وبالتالي في حالة الانضمام بشكل رسمي عصام الراقي لن يلعب مع المنتخب المغربي. وهذا الإشكال يمكن أنه الإشكال ماشي في المنتخب المغربي فقط، ولكن في الدورة بأكملها فهي فرصة للاعبين من أجل التألق وإبراز مؤهلاتهم، وبالتالي فرصة من أجل الاحتراف. وبالتالي ما غادي تستغربوا بأنه لما غادي يشاركوا مجموعة لاعبين في المشوار الإقصائيات وما غاديش نشاهدهم في النهائيات، لأنه ربما يتلقوا عروض من اجل الاحتراف، وبالتالي العروض من اجل الاحتراف هذا اللي غادي يخلي بانهم لاعبين ما غاديش يلعبوا نهايه كاس افريقيا اللاعبين المحليين. ولكن على العموم هذا كيتكون ايضا فرصه اخرى للاعبين داخل البطولات الوطنيه الافريقيه من اجل المشاركه مع المنتخب المحلي. والحاج الان رشيد سليماني وحاول الان لصالح المنتخب المغربي رشيد سليماني. الشيحاني الان يبحث عن تمرير، المنتخب التونسي مالئ بشكل جيد خط وسط الميدان، المنتخب التونسي مالئ بشكل جيد خط وسط الميدان، حذر من الهجومات المضادة، هجوم مضاد يمكن نقول بانه خطير للمنتخب التونسي، حذر من اي تدخل يمكن، ولكن بالفعل قرر الحكم كان صائب وسليم، لان كان هناك تسلل تدخل حميد بوجهر، كان تدخل في المستوى ما كانش هناك خطا، ولكن تفادوا الانزلاق داخل مربع العمليات. وحذاري من الهجومات المضادة، ياسين الصالحي كيحاول انه يمرر الخروج، الحارس ايمن متلوتي دائما الكرة الان في خط وسط الميدان، كتبقى السبق في كل الكرات المقطوعة على مستوى خط وسط الميدان كتبقى للاعبين المنتخب التونسي. ولكن اعتقد بانه حداوي تفضل هذا الامر. هجوم خطير، هجوم خطير للمنتخب التونسي، حذاري 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 حذاري، هجوم خطير، هجوم خطير. التموضع الجيد للاعبين ديال المنتخب التونسي في خط وسط الميدان كيخلي عندهم مراوغه ممتازه لاحمد اجدو، المهارات الفنيه هي اللي غادي تخلق الفارق خلال هذه المقابله. كره اماميه في اتجاه ياسين الصالحي وتماس، ممتاز هذا الهجوم اللي قادو احمد اجدو. فالمهارات الفنيه هنا كنقصد الاختراقات اللي هي اللي غادي تخلي بانه المنتخب المغربي انه يخلق الفارق في داخل خط وسط الميدان المنتخب التونسي، لانه خط وسط الميدان ديال المنتخب التونسي كيقدم 7 دقائق مثاليه بكل ما كتحمل الكلمه من معنى، فهما مالئين بشكل جيد كل الممرات وسادين على لاعبين ديال المنتخب المغربي كل هفوه. وبالتالي اختراقات احمد اجدو، فرصه الان صالح المنتخب المغربي، ما كاينش هناك خطا ياسين الصالحي، ولكن كيف ما شاهدتوا بانه متوسط ميدان فريق المنتخب التونسي هو سبق لكل كرات مقطوعه، الكره الان على مستوى خط وسط الميدان لصالح المنتخب المغربي. الشيحاني ممتاز كيسترجع الكره، مقابله غتكون مهمه وكذلك ثقل المقابله غادي يكون بشكل كبير على الشيحاني وحميد بوجار، في حين سنعول كثيرا على مهارات احمد اجدو وكذلك فوزي عبد الغني لاعبي الوداد البيضاوي. اذا الوداد البيضاوي نهنئه بفوزه بالدوري المغربي، كذلك بالنسبه لفريق الترجي التونسي فائز بالدوري التونسي. كنا كننتظروا تكون ضربة خطا، ولكن الحكم ما علش على ضربة خطا. هجوم الان لصالح المنتخب التونسي، هجوم لصالح المنتخب التونسي.
جابر خليفة لاعب حمام أنف. أسامة الدراجي، الكرة لصالح المنتخب التونسي الآن، حاول يتقدم الجهة اليسرى والاعتمادات ممتاز. أمير باطيس رجع جيد على مستوى خط وسط ميدان. عصام الراقي في اتجاه فوزي عبد الغني، ما لمسش كثير الكرة فوزي عبد الغني، ولكن فوزي عبد الغني كيتسنى الفرصة المواتية من أجل الاختراق. عملية ممتازة ولكن كان هناك خطأ، بالفعل كان هناك خطأ، قرار الحكم صائب لأنه كان هناك خطأ وكانت عرقلة في حق اللاعب أحمد أجدو. ننتقل للمقابلة، لكننا حملنا على كل من بوجار وشيحاني لأنهم كينتظرهم عمل كبير، ولكن على مستوى الخط الأمامي المأمورية نتمنى أن تكون في أحسن مهمة بالنسبة لأحمد أجدو وفوزي عبد الغني من أجل تزويد اللاعب ياسين الصالحي. ياسين الصالحي تبقى عليه حراسة لصقة. إذا المنتخب التونسي يمكن نقول بأنه تجاوز 10 دقائق اللي كان المفروض انها تكون صعبه على الطرفين. كره اماميه، اذا صابر خليفه اللي كيلعب جنب لاعب زهير الدودي اللي سبق شارك في دوره كاس افريقيا الاخيره مع المنتخب التونسي الذي اقصي في الدور الاول بعد ثلاث تعادلات. التعادل الاول كان امام المنتخب الغابوني، التعادل الثاني كان 0-0 امام المنتخب الزامبي، والتعادل الاخير امام المنتخب الكاميروني، وبالتالي اقصي المنتخب التونسي من التاهل للدور الثاني. ولكن ماشي بحجم الإخفاق اللي كانت عنده كرة القدم الوطني التي لم تتأهل إلى كأس إفريقيا. هذا هو الوضع الحالي وهذا هو الوضع، لا نريد الحديث كثيرا عن هذا الوضع ولكن يجب أن نفكر بشكل أحسن في المستقبل. المنتخب التونسي تعاقد مع الفرنسي برنار مارشان، برنار مارشان الإطار الفرنسي كان مدرب سابق للنادي الافريقي التونسي والنجم الساحل التونسي، واخر تجربه كانت مع فريق الخور القطري. اذا برنار مارشان قبل امس صار المدرب الرسمي لنسور قرطاج بمساعده سامي طرابلسي. سامي طرابلسي اول تجربه له في التدريب، اعطيت له الفرصه لتدريب المنتخب المحلي في حين سيكون مساعد المدرب الفرنسي بيرنار مارشان. اذا سنتابع الان تماس بالنسبه للمنتخب التونسي. مرياح مادي كره اماميه، ولكن دائما تدخلات لاعبين المنتخب المغربي في المستوى الحاج. احمد اجدو، حميد بوجار، تمريره كانت نوعا ما خاطئه في اتجاه امين ارباطي. إذا كيف ما قلت لكم خمسة لاعبين من المنتخب التونسي شاركوا في الكأس الإفريقية، ويعني هذا بأنه المنتخب التونسي يشكل 50% من المنتخب المحلي، وبالتالي هذا كيخلي بأنه كفة المنتخب التونسي لا أقول مرشحة، ولكن لاعبي المنتخب التونسي عندهم تجربة إفريقية وبالتالي يراهنون على هذه المقابلة من أجل حجز ورقة التأهيل. كرة أمامية، خروج نادي المياغري، خروج نادي المياغري شيئا ما كان خروج فيه، ما غاديش نقول تسرع، ولكن مثل هذا الخروج ما كيكونش دائما سالم. فنادي المياغري كان بعيد على المرمى ديالو، وأي خطأ ربما يفتح الفرصة لمهاجم المنتخب التونسي. أحمد أجدو الآن، الجهة اللي كيتواجد فيها أحمد أجدو وعصام الراقي، جهة نشيطة، كرة في اتجاه ياسين الصالحي، ولكن تدخل الحارس أيمن المكلوتي، حارس جيد بكل ما كتحمل الكلمة المعنى، لكن أيضا نمتلك حارس أبان عن كفاءة عالية في لقاء الذهاب اللي هو الحارس نادر المياغري. الآن المقابلة
يمكن أن نقول بأنها متكافئة ما بين الطرفين، سواء المنتخب التونسي والمنتخب المغربي. نتيجة التعادل هي تؤهل المنتخب المغربي بدافع هدف الامتياز المسجل بتونس، لكن هذا لا يعني باننا يجب ان نبحث فقط عن نتيجه البياض بقدر ما اننا غادي نبحثوا على تسجيل هدف. لكن الطرفين هناك حرص شديد وحذر شديد من طرفين، سواء من تشكيله مصطفى الحداوي او من تشكيله سامي الطرابلسي. ضربه خطا قريبه من مربع عمليات المنتخب المغربي، اذا ضربه خطا صعود سته لاعبين من المنتخب التونسي في مربع العمليات، بالمقابل كل لاعبين باستثناء احمد اجدو متواجدين في مربع العمليات. ضربه خطا نتمنى ما تكونش خطيره على مرمى حارس نادي المغربي، مقوسه خطيره ولكن عاليه شيئا ما، عاليه شيئا ما. يحيى وسام لاعب نادي افريقي التونسي، هناك عرض من احدى الانديه التركيه من اجل احتراف هذا اللاعب حميد بوجار. لحد الان يمكن نقول بانه مستوى المقابله متوسط، لانه الفوز يعني التاهل، وبالتالي غادي يخلي كل منتخب ما غاديش يلعب وما غاديش يظهر بكل اوراقه. الكره الان على مستوى خط وسط الميدان، مرياح مهدي كره اماميه، مرياح مهدي في اتجاه يحيى وسام، يحيى وسام فقط ضائعة نادي المياغري في اتجاه احمد اجدو. الكرة الان في الجهة اليمنى، احمد اجدو يجب مساندة احمد اجدو، صعود عصام الراقي، احمد اجدو، احمد اجدو محاصر بلاعبين، كيرجع الكرة لورا لعند الشيحاني، امين الرباطي. الان لاعبين المنتخب التونسي كيحاول انه يطبقوا البريسينغ على حامل الكرة، عصام الراقي، عصام الراقي يرجع الكرة لورا لامين الرباطي، وحيد لاعب فوزي عبد الغني في الجهة اليسرى، وحيد في الجهة اليسرى. بالفعل الحكم غادي يحتسب خطأ ضد اللاعب حميد مجار لاعب فريق أولمبيك خريبكا. إذا بالفعل كان هناك خطأ كيقول الحكم ضد اللاعب كوربي خالد أو قربي خالد لاعب نادي الترجي التونسي، لعب كذلك ضمن المنتخب التونسي الأول في كأس إفريقيا الأخيرة. فكيف ما قلت لكم خمسة لاعبين اللي هما الحارس أيمن متلوتي، بلال عيفا، خالد قربي، زهير الدودي وأسامة الدراجي. هادو خمسة لاعبين لعبوا ضمن المنتخب التونسي اللي شارك في كأس إفريقيا الأخيرة. إذا تماس لصالح المنتخب التونسي على مستوى خط وسط الميدان. يمكن نقول بأنه المقابلة متكافئة ما بين الطرفين، هناك تخوف شديد الاعتماد على التمريرات العالية في اتجاه رأسي حربة المنتخبين، في اتجاه صابر خليفة بالنسبة للمنتخب التونسي، وفي اتجاه ياسين الصالحي بالنسبة للمنتخب المغربي. وهذا اللي يخليه بأنها مقابلة غادي تكون تكتيكية 100% ما بين الطرفين، كل فريق غادي ينتظر تقدم فريق الآخر. الامتياز يرجح كفة المنتخب المغربي، في حالة التعادل السلبي المنتخب المغربي سيتأهل للسودان، في حالة التعادل الإيجابي مباشرة سنتوجه للضربات الترجيحية. صادقين نتمنى التوفيق للعناصر المغربية، لأنه رهان يجب أن يكسب من أجل ضخ دماء جديدة في العناصر الوطنية. أمير الرباطي الآن في اتجاه نادي المياغري، كيف قلت لكم بأنها مقابلة الترقب ما بين الطرفين. كرة أمامية، الدور اللي كيقوم به فوزي عبد الغني دور ممتاز. فوزي عبد الغني يقوم بتنويم الجهة اليمنى، والكل كنعرفوا بأنه فوزي عبد الغني كيتميز بسرعة جيدة. رشيد سليماني، ياسين الصالحي فقط للتماس، لاعبي فريق الرجاء البيضاوي. نهنئ سيد حنات لتسلم لرئاسة الرجاء البيضاوي. إذا الرئيس الجديد لفريق الرجاء البيضاوي خلفا للسيد غنام السيد حنات لولاية
سيتسلم زمام أمور الرجاء البيضاوي. ضربة مرمى لصالح فريق أو المنتخب التونسي. مستوى المقابلة جد متوسط. فوزي عبد الغني طبق عليه حراسة لصيقة. إبعاد الكرة كيف ما قلت لكم بأنه المقابلة غتلعب على خط وسط الميدان. الشيحاني ممتاز لاعب الشيحاني لاعب فريق المغرب الفاسي ولاعب السابق لفريق اتحاد زمن الخميسات. الشيحاني كيبحث على ياسين الصالحي. الشيحاني مرة أخرى حميد بوجار في اتجاه ياسين الصالحي اللي كيخرج من الحراسة اللصيقة. كرة أمامية في اتجاه فوزي عبد الغني ممتاز. فوزي عبد الغني ضربة خطا. هذه هي قوة فوزي عبد الغني اللي كنت كنتحدث عليها قبل قليل بأنه كان طبق عليه حراسة لصيقة. سامي الطرابلسي كيعرف أعتقد جيدا إمكانية لاعب فوزي عبد الغني كينوم الجهة اللي كيتواجد فيها وكيتحين وكيتسنى الفرصة المناسبة من أجل الانطلاق. الآن فوزي عبد الغني كيعطينا ضربة خطا اللي مهمة في مكان يمكن نقولوا بأنه مكان مهم ولصالح المنتخب المغربي. أحمد أجدو الآن واللي غادي ينفذ ضربة خطأ. كل لاعبين التونسيين بدون استثناء متواجدين في مربع العمليات. يجب كذلك صعود لاعبي المنتخب المغربي. الآن فقط زهير داودي أو اللاعب يحيى وسام وليكي يتجاوز مربع عملية المنتخب التونسي. أحمد أجدو وأمير بطي. أمير بطي لكن غيسدد غتكون في اتجاه الحارس أيمن المتلوتي. أحمد أجدو غادي تكون مقوصة إذا سنتابع. إذا أمين رباطي ولكن بعيد عن الحارس أيمن المتلوتي. إذا كان تمويه من أحمد أجدو مرة عالية على المرمى الحارس أيمن المتلوتي. المنتخبات التي ستلعب في شهر ابريل القادم هناك جمهورية كونغو مالي سنغال كاميرون الغابون والسودان المنظم في انتظار التعرف على نتيجة المنتخب الكيني والاوغندي ونتيجة المنتخب التونسي والمغربي. ارجع كرة الوراء دائما لصالح المنتخب التونسي. تونسيا المنتخب الجزائري كذلك. كرة أمامية نعتقد كان هناك لمسة يد ولكن الحكم ما علش على لمسة يد حذاري من هذا الهجوم. حد الآن إمكانية التونسيين كتبقى خطيرة على مستوى مربع العمليات. كنا كنعرفوا مفاتيح اللعب بالنسبه للمنتخب التونسي صابر خليفه ولكن تدخل جيد لرشيد السليماني في اتجاه ياسين الصالحي. ياسين الصالحي محاصر اربعه لاعبين. عصام الراقي السرعه بناء الهجمات المضاده هي اللي غادي تعطي الفارق بالنسبه للمنتخب المغربي. الكره الان في الجهه اليمنى خطا. الحكم اللي بيتموني صلاح وليد لحد الان يقوم بلقاء جيد. أحمد أجدو الآن غادي ينفذ ضربة خطأ. فقط كل من ياسين الصالحي والشيحاني وأمير رباطي وحميد بوجار متواجدين في مربع العمليات. أحمد أجدو شيء طبيعي غادي يرفع الكرة في اتجاه اللاعبين. كرة أمامية ضربة راسية ولكن الحكم كان رفع الراية ديالو. كان رفع الراية الحكم المساعد الأول محمد نصر الدين. بالفعل كان هناك تسلل وبالتالي الضربات الثابتة يمكن أنها تخلق الجديد خلال هذه المقابلة. ونتمنى أن يكون جديد مغربي رغم انه امين الرباطي كان وجها لوجه مع الحارس المتلوتي ايمن ولكن كفاءة الحارس ايمن المتلوتي تدخله كان ناجح دون انتظار راية وصفارة الحكم. كرة التماس حذاري بالنسبة لرشيد السليماني.
لانك كيتقدم اللاعب داودي زوير لاعب النادي الافريقي التونسي. الترجي التونسي هو البطل في الرتبة الثانية، النادي الافريقي التونسي والنجم الساحل التونسي في الرتبة الثالثة، في حين النادي الصفاقسي التونسي احتل الرتبة السادسة. كل كيعرف بانه الترجي التونسي والنادي الافريقي التونسي ونجم الساحل التونسي ثلاثي قوي داخل الدوري التونسي، والصراع كبير ما بين هؤلاء الثلاث. تماس الان لصالح المنتخب المغربي. لحد الان يمكن نقول بانه نيه الطرفين لا للمغامره ولا للهجوم بالمجازفه اللي يمكن انها تعطي افضليه لاحد الاطراف. ضائعه من فوزي عبد الغني، كره على مستوى خط وسط الميدان، تغيب السرعه في بناء الهجومات بالنسبه للطرفين، لا بالنسبه للمنتخب التونسي ولا بالنسبه للمنتخب المغربي. صابر خليفه كيبقى كراس حربه ووراء كل من لاعب زهير الداودي، في حين هناك وسام يحيى واسامه دراجي كصانعي العاب للمنتخب التونسي، في حين على مستوى خط وسط الميدان المتاخر هناك خالد القربي وشاكر البرقاوي، في حين في الدفاع هناك كظهير ايمن مهدي مرياح، بلال عيفة وسهام بن يوسف كمتوسطي الدفاع، واللاعب رقم 14 حمامي الشادي كظهير ايمن. اذا هذه طريقة لعب المنتخب التونسي اللي كيلعب خطة 4-4-2، ولكن في الهجوم تتحول الى 3-5-2. ياسين الصالحي، ولكن فقط كل هجومات كما كتلاحظوا من طرفين فهي تكسر على مستوى مربع العمليات، وهذا ما يعني بانه ليس هناك خطوره حقيقيه من طرفين، وبالتالي كل الهجومات التي ستؤثر وستزعج الحارسين متلوتي ونادر المغياغري لحد الان ما تبعناش. كرة أمامية، هناك عادل الكروشي، تدخل لم يكن جيد لعادل الكروشي، تدخل لم يكن جيد لعادل الكروشي، كانت غتكون فرصة خطيرة للمنتخب التونسي. حميد بوجار في اتجاه ياسين الصالحي، حميد بوجار ممتاز الهجوم في اتجاه ياسين الصالحي، لكن شيء انا ما ياسين ما قدرش باش انه يتمكن من هاد التمريره، وبالتالي تماس للمنتخب التونسي. الى الان اصبح لزام على المنتخب المغربي، ما عندوش خيار اخر إلا بغى أنه يضغط على المنتخب التونسي هو أنه يتقدم كل من الظهيرين الأيسر لعادل كروشي والظهير الأيمن رشيد أسلماني. أحمد أجدو، ممتاز أحمد أجدو، كيحصل على ضربة خطأ وأول ورقة صفراء. ورقة صفراء لابن يوسف صيام لاعب فريق الترجي التونسي، اول بطاقه صفراء. بالفعل كان تدخل قوي في حق اللاعب احمد اجدو، كيف ما قلت لكم بانه امكانيات احمد اجدو وفوزي عبد الغني وكذلك اختراق ياسين الصالحي اللي غادي تكون حل، وخصوصا توغلات كل من فوزي عبد الغني، ثلاثه لاعبين اللي كيجيو توغل، هناك عصام الرقي، هناك احمد اجدو وفوزي عبد الغني، من اجل خلق الفارق العددي واختراق احمد اجدو. لحد الان الكره الثابته ما استغليناهاش بشكل جيد، تسديده احمد اجدو كانت ضعيفه وبعيده عن تهديد الحارس ايمن متلوتي. كره اماميه فقط لنادر المياغري. لحد الان غادي ندخلوا في الدقيقه 30، دائما
التعادل السلبي الصفر لمثله حد الآن، كتبقى نتيجة ملغومة للمنتخب المغربي لأن ضمنيا كتمنحو التأهل، ولكن المنتخب التونسي في الأطوار الأخيرة للمقابلة. رشيد سليماني الآن كيحاول يمرر، ولكن تسرع شيئا ما رشيد سليماني، تسرع لأنه كانت عنده فرصة من أجل التقدم. لكن على العموم مرت بدون خطورة على الحارس أيمن المتلوتي. لحد الآن يمكن نقول بأنها مقابلة صعبة ما بين الطرفين، لأن كل فريق ينتظر من الفريق الآخر المبادرة والهجوم. محمد الحاج، عصام الراقي، حميد مجار، أمامية ممتازة المحاولة في اتجاه فوزي عبد الغني. فوزي عبد الغني، ضربة جزاء، ضربة جزاء، ممتاز، ضربة جزاء للمنتخب المغربي. إذا الحدس ديالي كان صادق، قلت بأنه النقطة اللي غادي تخلق الفارق في هذه المقابلة هي موضوع فوزي عبد الغني، لأنه لاعب سريع، لاعب يجيد الاختراق، لاعب عنده من المؤهلات باش أنه هو اللي غادي يخلق الفجوة داخل المنتخب التونسي، وهذا هو اللي تابعنا. ففوزي عبد الغني كأنه كان ينوم الجهة اليمنى اللي كيتواجد فيها، كانت عليه حراسة لصقة، ينطلق في الفرصة أو المكان المناسب، كيستطع الآن باش يرغب الحكم باش أنه يعلن على ضربة جزاء. إذا ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، فوزي عبد الغني يورط المنتخب التونسي في ضربة جزاء لصالح المنتخب التونسي. خالد كروي لاعب المنتخب التونسي الأول والمنتخب المحلي يترقى ورقة صفراء. التدخل الأخير كان بوسط اللاعب عيفة بلال، أيضا لاعب متوسط الدفاع للمنتخب التونسي، وأيضا اللاعب اللي عوض اللاعب عمر جمال. إذا بالتالي هذه غادي تفتح فرصة أخرى للمنتخب المغربي من أجل تسجيل هدف الأول، وبالتالي هذه غادي يمنحنا معنويات أخرى. إذا عمار أجمل ترك الفرصة لبلال عيفة، بلال عيفة يرتكب خطأ وضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي. إذا أمين الرباطي سينفذ ضربة جزاء. إذا الكل هنا بمراقبة محمد الخامس ينتظر تسديد ضربة جزاء وسط لاعب أمين الرباطي، أيمن متلوتي وأمين الرباطي. إذا الحكم صلاح وليد يعلن عن ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي. أمين الرباطي في مواجهة الحارس أيمن متلوتي، أمين، وهدف، هدف للمنتخب المغربي، هدف الأول. صانع الهدف بامتياز، والصانع لحظة الفارق، والصانع لحظات الجميلة في هذه المقابلة هو فوزي عبد الغني. لأني صراحة كنت كنشاهد تموضعات فوزي عبد الغني، كانت تموضعات جيدة، ينوم لاعب المنتخب التونسي اللي هو بلال عيفة ومهدي مرياح اللي كيتواجد في الجهة اليسرى وبالتالي الجهة اليمنى المنتخب المغربي، وبالتالي نوم المقابلة، نوم الجهة اليمنى، وكينتظر التمريرة وكينتظر الفرصة. كل كنعرفوا بأنه قوة فوزي عبد الغني هو في الاختراق وأيضا في السرعة، يوظفها ونحصل على ضربة جزاء وأمير بطي يسجل هدف. الآن يمكن نقول بأنه المنتخب المغربي في السكة الصحيحة، الآن هدف للصفر، أمين الرباطي مسجل هدف من ضربة جزاء أحرزها أو حصل عليها اللاعب فوزي عبد الغني. إذا هذه غادي تعطينا معنويات أخرى من أجل مجاراة 14 دقيقة المتبقية من هذه الجولة الأولى، وبالتالي دخول معنويات أحسن للجولة الثانية. الآن سامي الترابزي أصبح ملزم عليه باش أنه الآن يهاجم، لأنه النتيجة الآن ترجح كفة المنتخب المغربي. إذا بعد أن كان يبحث عن هدف وعن بقاء النتيجة بصفر لمثله، وبالتالي سيناريو آخر سيكون في الجولة الثانية. الآن أصبح المنتخب التونسي غادي يبحث على هدف التعادل، وبالتالي هذا غادي يخلي مساحات لكل من أحمد أجدو، عصام الراقي وياسين صالحي. إذا الحاج ضربة خطأ لصالح المنتخب المغربي. الشيحاني كرة أمامية في اتجاه أحمد أجدو. بلال عيفة اللي كان ارتكب خطأ في حق فوزي عبد الغني. إذا اللاعبين من المنتخب التونسي حصلوا على البطاقة الصفراء.
هناك الكرة بخليد وبن يوسف صيام. إذن جماهير المنتخب المغربي تشجع وتحتفل بهدف اللاعب أمين أرباطي. كرة لصالح المنتخب التونسي. ممتاز لاعب الحاج، تدخل جيد للاعب محمد الحاج. ياسين صالح الان، ياسين صالح تبقى عليه حراسه لاصقه، لهذا اللي كنشاهدوا بانه كيخرج لخط وسط الميدان من اجل تلقي كل الكرات. احمد اجدو حذر هذه المحاوله لصالح المنتخب التونسي. لحد الان يمكن نقول بانه نادر المياغري في شبه راحه. مصطفى حداوي ورهان ارجاع التالق لكره القدم الوطنيه. رهان صرنا قريبين منه. الخطوة الأولى أنجزت بتونس، الخطوة الثانية إن شاء الله ستنجز هنا بمركب محمد الخامس. وحز ورقة التأهل للسودان، وأعتقد بأنه أكبر مستفيد بالنسبة لكأس إفريقيا للمنتخب المنتخبات المحلية هو اللاعب المحلي. إذا نتمنى التوفيق للاعب المحلي. الآن الفرصة ما بين أقدام زملاء أمين أرباطي من أجل مواصلة المشوار. تماس الآن لصالح المنتخب المغربي. عادل كروشي فقط للتماس. الآن أحسن إيقاع يمكن أنه المنتخب المغربي يجري هو أنه يمتص حماس المنتخب التونسي اللي غادي يبغي أنه يرجع في المقابلة. عصام راقي الشحاني ممتاز، لاعب شحاني وحميد بوجار كيمارسوا الان الضغط على حامل الكرة. احمد اجدو، عصام راقي ممتاز بصراحة مع ثلاثة لاعبي ديال المنتخب التونسي. الشحاني امير باطي بكل هدوء في اتجاه الشحاني، ممتاز استفاد الكرة بشكل جيد. رشيد سليماني في اتجاه فوزي عبد الغني. فوزي عبد الغني حاول انه يوهم، ولكن على العموم لاعبي ديال المنتخب المغربي منتشرين بشكل جيد داخل رقعة الملعب. بلال عيفا الشادي الهمامي كوربي خالد، ولكن فقط للتماس مري احمدي. كوربي خالد حذري من اختراقات ومن اللاعب اسامه دراجي اللي خصو يطبق عليه حراسه لاصقه. لحد الان اسامه دراجي ما مشكل حتى خطوره. احمد اجدو الان فرصه 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 كروشي كروشي اتيحت له فرصة لتوجيه الهدف الثاني من مثل هذا التموضع ومن مثل هذه النقطة ومن مثل هذا المركب. سجل في اللقاء او في الدورة 15 امام الوداد البيضاء، ولكن ما كانش مركز بشكل جيد خلال هذه المحاولة. كان عنده خيار اخر انه يمرر في اتجاه ياسين الصالحي، ولكن الاختيار والخيار ما كانش دقيق من اللاعب عادل الكروشي، لانه لو كانت التركيز بشكل جيد كان بامكانه انه يسجل هذه المحاوله. خالد قربي لحد الان يقول بانه المنتخب المغربي قدم شوط جيد. حذري من اللاعب اسامه دراجي اللي كيحصل على ضربه خطا ما بعيدش على الحارس نادر المياغري.
حذاري من السرعه في تنفيذ ضربات الاخطاء. هناك لاعبين المنتخب التونسي كيحاولوا انهم ينرفزوا اللاعب عصام الراقي، خصو ينتبه كثيرا اللاعب عصام الراقي عوض الدخول في بعض المشادات، يجب التركيز على المقابله. ضربة خطا، نتمنى ما تشكلش خطوره حقيقيه على مرمى الحارس نادر المياغري خالد القربي، واللي غادي ينفد ضربة خطا. الكرة عالية، تدخل جيد للشحاني، تدخل جيد دائما والحاجة تدخل. هجوم الان مضاد، عصام راقي، عصام راقي الان غيبحث عن التوغل. ممتاز لاعب عصام راقي، ممتاز، ولكن كانت فكرة جيدة لعصام، ولكن فقد اللمسة الأخيرة هي اللي خلات بأنه المسار ديال الكرة كيتوجه للتماس، حاول أنه يكسب مساحة في انتظار صعود كل لاعبين من أجل تشكيل الزيادة العددية، ولكن الكرة مشات للتماس. لحد الآن يمكن نقول بأنه الشوط جيد للمنتخب المغربي. هناك تركيز، هناك تطبيق بحذر فيه لتعليمات مصطفى الحداوي، لاعبين ملتزمين بشكل جيد، كل لاعب كيشغل المركز ديالو بشكل جيد، ما كاينش هناك تسرع. كاين هناك تركيز، كاين هناك حذر، لانه لما كتشاهد اللاعبين بانه ما كي كيف ما غنقولوا باللغه المغربيه ما كاين زياده في اللعب، هذا كيبين بانه لاعبين مركزين على تعليمات ومركزين على اهداف محدده، يعني كل لاعب كيلعب المركز ديالو بدون زياده او نقصان. اعاده تنفيذ التماس، المنتخب المغربي كيلعب بقمصان جديده للمستشهر للمنتخب المغربي، وهي القمصان التي ستلعب في كأس العالم بجنوب افريقيا. بلال عيفا، كره اماميه عند لاعب يحيى وسام، تدخل امين الرباطي، حميد بوجار، التنسيق ما بين الخطوط بشكل جيد ما بين خط الدفاع وخط وسط الميدان، تمريره كانت خاطئه لحميد بوجار. حذاري الان من توغل لاعبين التونسيين، كره اماميه، كره اماميه، ممتاز رشيد سليماني، ممتاز رشيد السليماني. لحد الان نفسيه اللاعبين، كاين هناك ثقه بالنفس، كاين هناك رغبه، وهذا هو اللي كان خاص بالنسبه للعناصر الوطنيه. دائما الكره الان لصالح المنتخب التونسي في الجهه اليمنى، عادل كوشي ولكن فقط للاعبي المنتخب التونسي. الشيحاني، عصام الراقي، لياسين الصالحي، ولكن فقط للتماس. الكرة لصالح المنتخب التونسي، أحسن نتيجة هو أن نختموا الشوط الأول بهذا النتيجة، وبالتالي الدخول بشكل آخر في الجولة الثانية، وهذا اللي غيخلي بأنه المعنويات المنتخب التونسي ما غتكونش جيدة. عصام راقي، تمريرة خاطئة، تسرع شيئا مع عصام، حاول انه يلعب عملية 1-2 مع فوزي عبد الغني. الكرة الان في الجهة اليمنى، حذاري خطيرة للمنتخب التونسي، خطيرة خطيرة، ولكن تدخل عادل كروشي، جهة لاعب عادل كروشي كتشكل الخطورة على المنتخب المغربي. الضغط الان للمنتخب التونسي، تسديدة ولكن بكل هدوء، بكل هدوء، خصوصا امام تدخل جيد لنادر المياغري في اتجاه فوزي عبد الغني. ممتاز لاعب فوزي عبد الغني مع اللاعب بلال عيفا، ممتاز، كيحصل على تماس، تماس ممتاز. فوزي عبد الغني خالق متاعب كثيره، ما اعتقد بانه تماس كان للمنتخب المغربي، تماس كان واضح للمنتخب المغربي، لكن على العموم لن نعاتب الحكم كثيرا، كان تماس واضح وضوح الشمس للمنتخب المغربي، ولكن محاولة خطيرة، خطيرة، أمين الرباطي، ممتاز أمين الرباطي، وضربة مرمى لصالح المنتخب المغربي. لحد الآن الشوط الأول يشرف على نهاية، أقل من دقيقتين على نهاية الشوط الأول،
المنتخب المغربي حقق الهدف الأول. الهدف الأول سجله لاعب أمين أرباطي بعد ما حصل اللاعب فوزي عبد الغني على ضربة جزاء. كرة أمامية في اتجاه ياسين الصالحي، حميد بوجار، عصام الراقي لياسين، ضائعة. مريح مهدي، ياسين الصالحي كنتظر منه عرض أحسن من هذا. محاولة لصالح المنتخب التونسي، حذاري حذاري، ممتاز الحاج، ممتاز الحاج، تدخلات جيدة لمحمد الحاج. لحد الآن الحاج كيقوم بمقابلة جيدة. أيضا رشيد السليماني، عصام راقيب، تمريرة ممتازة. فوزي عبد الغني، تمريرة خاطئة، تسرع. كنعيش الآن الدقيقة الأخيرة. حذاري حذاري، الصعود للاعبي المنتخب التونسي، محاولة فيها خطورة، إبعاد الكرة. عصام راقي، ممتاز لاعب عصام، إذا يجب إبعاد المحاولة. كرة عالية، إرجاع الكرة للدفاع لفيلا العيفا. إذا الجولة الأولى تسير نحو النهاية. إذا الحكم الرابع تيزي هشام، الحكم المغربي، سيرفع الوقت البدل الضائع. اعتقد ما كانش هناك توقفات كثيره. اخر الهجمات واخر الانفاس للجوله الاولى. ممتاز امير رباطي. عصام راقي الان ينتظر المسانده، كيحصل على ضربه خطا. اذا دقيقتين كوقت بدل ضائع، جولة أولى تشرف على النهاية. نتيجة يمكن أن نعتبرها إيجابية بالنسبة للمنتخب المغربي، على الأقل سنجري إيقاع الجولة الثانية بأعصاب باردة. 45 دقيقة فقط تفصل المنتخب المغربي للتأهل للسودان، وبالتالي إن غاب عن دورة الكوت ديفوار لن يغيب إن شاء الله عن دورة السودان. فقط للتماس. اذا الشوط الاول يشرف على النهايه. اذا الطاقم التقني بقياده مصطفى الحداوي وايضا محمد سويل اكيد بانهم اخذوا فكره واضحه عن امكانيات المنتخب التونسي، وبالتالي 45 دقيقه القادمه سيكون المنتخب المغربي بنفسية وبمعنويات أحسن، وبالتالي سيتعاملون بشكل جيد مع 45 دقيقة القادمة. إذا محمد والحاج، أمير رباطي، عادل الكروشي، إذا كل لاعبي الآن كينتظروا صفارة الحكم، كذلك لاعبي المنتخب التونسي. محمد والحاج، إذا الجولة الثانية سنتابع الطرفين. الجولة الأولى أشرفت على النهاية، عرض مقنع وجولة أولى مقنعة بالنسبة للعناصر الوطنية، وظفت الإمكانيات بشكل جيد، استغلت خطأ ما تحت محاولات كثيرة كيف ما تبعتوا، ولكن الفريق الذي يستغل أحسن الفرص ويستغل أدنى خطأ هو الفريق الذي يحقق الفوز. إذا في هذه الأثناء ينهي الحكم الليبي تميمي صلاح الدين وليد، ينهي الجولة الأولى بفوز المنتخب المغربي بهدف للصفر، هدف سجل من ضربة جزاء وسط لاعب أمين الرباطي. إذا على أن ألقاكم في الجولة الثانية. عبد الصمد الشيبة يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله. المغربي بعد قليل، الطاقم الليبي بقيادة تموني صلاح وليد سيعطي انطلاقات الجولة الثانية. جولة ثانية نتمنى أن نضيف هدف ثاني، ولكن ما نتمنى هو أن نحجز ورقة التأهل للسودان، وبالتالي مشوار الألف ميل يبتدئ من خطوة واحدة، والخطوة الآن ستكون من هنا من مركب محمد الخامس لنحجز ورقة التأهيل إلى أم درمان إلى السودان. إذا بعد قليل
سيعطي الحكم انطلاقة المقابلة. الانطلاقة ستكون من جانب المنتخب التونسي، ما دامت الانطلاقة في الجولة الأولى كانت من جانب المنتخب المغربي. عند الانطلاقة التونسية في اتجاه اللاعب المنتخب التونسي رقم 9 صبور خليفة، وأول زاوية في الجولة الثانية. إذن أول زاوية في الجولة الثانية لصالح المنتخب التونسي. الآن المنتخب التونسي سيراهن على الجولة الثانية ولعب الكل الكل. إذن الآن نادر ميغري تألق في تونس، نتمنى أن يتلقى أن يتألق هنا بمركب محمد الخامس، المكان الطبيعي لتألق نادر الميغري رفقة ناديه ورفقة المنتخب المغربي. إذن ضربة مرمى مرت سالمة، المحاولة الأولى للمنتخب التونسي التي كانت أول زاوية في الجولة الثانية. عادل الكروشي في اتجاه ياسين الصالحي، هجوم الآن للمنتخب المغربي. ياسين الصالحي، ياسين الصالحي ما استغلش المحاولة ياسين الصالحي، أتيحت له محاولة حقيقية لياسين الصالحي، كان يجب التسديد بالنسبة لياسين الصالحي. قربي خالد أصيب لاعب نادي الترجي التونسي في المحاولة الأخيرة. إذا نتمنى أن لا تكون الإصابة قوية وخطيرة على اللاعب قربي خالد لاعب المنتخب التونسي. إذا سيحمل اللاعب قربي خالد من أجل تلقي الإسعافات الأولية. مصطفى حداوي رفقة المنتخب المغربي. إذا مصطفى حداوي لاعب سابق للمنتخب المغربي بلاعبي اللي تألقوا في ملحمة مكسيكو 86 رفقة التشكيلة النموذجية للمنتخب المغربي والتي أفرحت وأسعدت المغاربة. إذا الكرة رياضية، التماس الآن سيتحول للمنتخب التونسي. إذا قربي خالد سيكمل المقابلة مع المنتخب التونسي. فوزي عبد الغني في اتجاه احمد اسدو ينتظر المسانده، صعود رشيد سليماني ممتاز، يجب مسانده لاعب رشيد سليماني. حذاري من التهاون والتكاسل في الجوله الثانيه. امين الرباطي، امين الرباطي والزاويه، كان هناك بعض التردد في ابعاد المحاوله. إذا زاوية، الزاوية الثانية لصالح المنتخب التونسي في الجولة الثانية. حذاري، حذاري من هذه الزاوية، صعود لاعبي المنتخب التونسي، هجوم مضاد الآن أحمد أجدو، ولكن فقط ضائعة. ضربة مرمى ضربة مرمى لصالح المنتخب المغربي. محمد سهيل مساعد المدرب مصطفى حداوي، أحد الأطر الوطنية المعهود لها بالكفاءة. عصام راقي ضائعة، كيف ما قلت لكم يجب الحذر في الجولة الثانية أكثر من الحذر في الجولة الأولى. محاولة الآن لصالح المنتخب التونسي. ضربة خطأ، بعد قليل سيكون التغيير في المنتخب التونسي.
مسكين يوسف كيف ما أشرت مع بداية الجولة الثانية، أحد اللاعبين المؤثرين داخل المنتخب التونسي. كرة عالية، ضربة راسية، حذاري من ترك المساحة والفرصة كيف ما كنشاهدوا بأنه المحاولة شيئا ما كانت خطيرة على مرمى الحارس نادر المياغري. إذن هذا غادي يكون التغيير الأول في تشكيلة المنتخب التونسي. بعد قليل حميد مجار، عادل الكروشي، دعم الكرة الآن في خط وسط الميدان لصالح المنتخب التونسي. أسامة الدراجي صانع ألعاب المنتخب التونسي. حذاري من لاعب أسامة الدراجي، يجب أن تطبق حراسة لصيقة على لاعب أسامة الدراجي. إذن تغيير الآن بالنسبة للمنتخب التونسي. حمامي شادي لاعب نادي الصفاقسي التونسي ترك الفرصة لمسكين يوسف في الجولة الثانية. حميد مجار وضربة مرمى. إذن تقدم لاعبي المنتخب التونسي لمربع العمليات. ضربة مرمى لصالح المنتخب المغربي. نادي المياغري، كرة أمامية، محمد الحاج، أحمد أجدو، كرة أمامية ولكن فقط للتماس، تماس لصالح المنتخب المغربي. يجب الحذر والحذر الشديد من اللاعب أسامة الدراجي وأيضا البديل مسكين يوسف. عادل الكروشي، كرة أمامية في اتجاه فوزي عبد الغني. فوزي عبد الغني الآن كيحبت مثل هذه الكرات، ممتاز يمرر ولكن أيمن المتلوتي كان في المكان المناسب. أفراد طاقم التقني أو احتياطي المنتخب المغربي كل الآن في عملية إحماء بدون استثناء، كل اللاعبين حتى الحارس أحمد محمدينا. رشيد سليماني، كرة الآن في خط وسط الميدان لصالح المنتخب المغربي. الآن المنتخب المغربي يحاول تكسير كل محاولات المنتخب التونسي كما شاهدتوا بأن كل لاعبي المنتخب المغربي في الاحتياط، كلهم الآن في عملية إحماء. هناك كل من محمد دين أحمد كحارس ثاني، سكوما أيوب، نجدي عمر، رك زهير، شاقو أحمد، بكر هلالي وسعيد صلاح الدين. كرة أمامية، ياسين الصالحي. كاين هناك فارق كبير ما بين كل من عصام الراقي وفوزي عبد الغني وياسين الصالحي اللي كيبقى معزول في الخط الأمامي. الكروشي، المقابلة بقى صعبة رغم أن النتيجة هي لصالح المنتخب المغربي. ياسين الصالحي الآن، أحمد أجدو، كرة
كرة أمامية، كانت تمريرة فكرة ممتازة من أحمد أجدو، لكن شيئا ما كانت سريعة التمريرة، وبالتالي ضربة مرمى لصالح المنتخب التونسي. محمد الحاج، رشيد سليماني، ارجع كرة الوراء، لاعب المنتخب المغربي سد كل المنافذ، لاعبي المنتخب المغربي سادين كل المنافذ على لاعبي المنتخب التونسي. المنتخب التونسي سامي طرابلسي قام اول تغيير، اخرج اللاعب الحمامي الشادي وادخل مسكني يوسف. حمامي الشادي لاعب نادي صفاقسي التونسي، ومسكني يوسف لاعب نادي نجم الساحل التونسي. إذا لحد الآن إيقاع الجولة الثانية جد متوسط، شيء طبيعي خصوصا أمام انتظار وترقب أفراد أو لاعبي المنتخب المغربي لتحرك لاعبي المنتخب التونسي. التماس الآن سينفذ، ياسين الصالحي يحمل من أجل تلقي الإسعافات الأولية. كرة لصالح المنتخب التونسي، أمامية حميد بوجار، ممتاز لنادر المياغري. إيقاع المقابلة كيخدم كثير مصالح المنتخب المغربي، هذا هو الإيقاع اللي خص اللاعبين يحافظوا عليه من أجل تنويم المقابلة، ما يمشيوش في بث الحماس في المنتخب او في المقابله. ضربه خطا للاعب امين اربطي ويحصل عليها اسامه الدراجي. ضربة خطأ على بعد 35 متر من مرمى الحارس نادر المياغري. الجولة الثانية الآن في الدقيقة 58، ضربة خطأ لصالح المنتخب التونسي. المنتخب المغربي حقق نتيجة التعادل الإيجابي بتونس، والمنتخب المغربي الآن متفوق هنا بمركب محمد الخامس. إذن الزاوية الثالثة للمنتخب التونسي في الجولة الثانية، بالمقابل المنتخب المغربي لم يحصل على أي زاوية. مقوسة عالية وضربة رأسية بعيدة، لحد الآن ليس هناك خطورة كبيرة تذكر على مرمى الحارس نادر المياغري. لاعب بن يوسف الصيام لاعب نادي الترجي التونسي. فحتى اختيار لاعبي المنتخب المغربي على لاعبين كيتوفروا على قامة طويلة، فكذلك المنتخب التونسي كيتوفر على قامة طويلة، ولكن ما كنقولوا أمين الرباطي الشيحاني
والحاج حميد بوجار، ياسين الصالحيه، هادو كذلك لاعبين عندهم قامات طويله، وهذا بالتالي غادي يخلي بان الكره العاليه غيكون صراع كبير ما بين الطرفين، وبالتالي ما غيكونش تفوق احد الاطراف، خصوصا كنقصد لاعبي المنتخب التونسي اللي كانوا في بعض الفترات سواء من ناحيه الانديه المغربيه او من ناحيه المنتخب المغربي، فدائما كانوا يتوفقوا بشكل ما غاديش يكون كبير، ولكن كانوا كيتوفقوا في الكرات العاليه. مرت الربع ساعة الأولى من الجولة الثانية، 30 دقيقة نتمنى أن تكون كافية للمنتخب المغربي من أجل ضمان وتحقيق التأهل. رشيد سليماني سيحمل من اجل تلقي الزعابات الاوليه، حضور هام للعنصر النسوي في المدرجات من اجل مسانده وتحفيز اسود الاطلس المنتخب المغربي. حد الان ايقاع المقابله كيخدم كثير مصالح المنتخب المغربي، محاوله كانت للتسديد، إذا المنتخب المغربي ينتظر رد فعل المنتخب التونسي. لحد الآن رد فعل المنتخب التونسي يذهب نحو رد فعل المحتشم، لكن في كل لحظة يبقى أو تبقى الخطورة واردة. القرآن في خط وسط الميدان لصالح المنتخب التونسي، لم يلعب بكل الأوراق، لم يجازف، وبالتالي ينتظر ربع الساعة الأخيرة من الجولة الثانية ومن المقابلة. كرة أمامية فقط للحارس أيمن المكلوتي، شبه راحة في الجولة الثانية. ليحيى وسام، عافية بلال، ما كاينش هناك خطأ كيقول الحكم لصالح المنتخب التونسي. يحيى وسام، وسام درجية، والمسكين يوسف حذر من الاخطاء على مقرب مربع العمليات. حذر الشحاني، التمريره الاخيره كانت فيها نوع من الخطوره. ممتاز اللاعب عصام الراقي، عصام الراقي في اتجاه فوزي عبد الغني، فوزي عبد الغني يتمكن ما خرجش كره تماس بالفعل. الان فوزي عبد الغني، فوزي عبد الغني يبحث عن الاختراق، يبحث عن الاختراق، يبحث عن المراوغه، ولكن هذه المره لم يوفق فوزي عبد الغني. اتيحت محاولة للمنتخب المغربي ولكن لم تستغل بشكل جيد، بسط لاعب فوزي عبد الغني. ممتاز احمد اسدو، اذا كانت هذه المحاولة الأخيرة للمنتخب المغربي لم تستغل بالشكل الجيد. والحاج، والحاج يقوم بمقابلة جيدة، يعني سد كل المنافذ على اللاعب صابر الخليفة. خطأ ضد اللاعب عادل كروشي، حذاري من الأخطاء القريبة من مربع العمليات، لأنه المنتخب التونسي صار يعتمد على الكرة الثابتة سواء كانت على شكل أو شكلة أخطاء أو ركلات حرة أو زوايا.
الصعود للاعبي المنتخب التونسي لمربع العمليات. كرة عالية ولكن أيضا بعيدة عن الحارس نادر المياه. ضربة مروى بكل هدوء سينفذها نادر المياغري. الوقت من ذهب، هذا شيء طبيعي ومعروف. رشيد سليماني لياسين الصالحي عصام الراقي. ممتاز لاعب عصام الراقي الان. عصام الراقي يبحث عن ياسين صالحي، يتوغل ياسين يمرر فوزي عبد الغني سيسدد. محاولة كانت جيدة، ما كانش خيار اخر لفوزي عبد الغني. هجوم مثالي، ياسين عصام الراقي قام بمجهود جيد، ياسين الصالحي مرر وفوزي عبد الغني كان عليه ان يسدد. عصام الراقي الان مثل هذه المحاولات ستعطي الثقة وتدب الخوف في عناصر المنتخب التونسي. كرة أمامية، حميد بوجار يحيى وسام يحيى وسام مسكني يوسف يحصل على خطأ وأول ورقة صفراء للمنتخب المغربي لعادل كروشي. حذاري عادل حذاري، لأن المنتخب التونسي صار يعتمد كثيرا على جهة اللاعب عادل كروشي. إذن الرك سوير لاعب الوداد الفاسي ولاعب الصرق المغرب التطواني يستعد الآن للدخول. إذن الرك زهير سيدخل مكان لاعب عصام الراقي. كرة عالية خطيرة، ممتاز نادر. أوي على نادر المياغري، ممتاز. هذا هو التدخل وإلا فلا، هذا هو التدخل وإلا فلا. التونسيون يدركون تمام الإدراك قوة نادر المياغري. ممتاز الحارس نادر المياغري، تدخل ومحاولة كانت خطيرة. دخول الرك زهير بعد قليل. الحداوي ده كيف الدخول، لأنه الرك زهير يتمتع بقامة طويلة. المنتخب التونسي أصبح يعتمد على الكرة العالية. تدخل ما شاء الله، خمسة وخميس في حق الحارس نادر المياغري، لأننا محتاجين للتدخلات الجيدة لنادر المياغري. فوزي عبد الغني الآن، فوزي ممتاز يمرر، ولكن أين هي المساندة؟ إذن الأطوار الحاسمة في المقابلة والمنعرج الحاسم. بدأنا ندخل في الدقائق الحاسمة. تغيير آخر كذلك سيكون في المنتخب التونسي. بوعزاوي وجدي مكان داودي زوير لاعب نادي الإفريقي التونسي. وزي وجدي البوزي وجدي لاعب نادي النجم الساحل التونسي. دخول لاعبين من النجم الساحل التونسي هو المسكني يوسف بوزي وجدي. اذا خروج عصام الراقي قام بمقابله جيده سيعطي الفرصه للرك زهير.
كيف ما قلت لكم دخول اعتبره حسب وجهة نظري المتواضعة سيكون ان شاء الله في مصلحة المنتخب المغربي، لان ركزو هي تتمتع بقامة طويلة في حالة تنفيذ الكرة الثابتة او الزوايا نستفيد من القامة الطويلة للرك زهير، وأيضا إعطاء إضافة للخط الأمامي، وبالتالي ياسين الصالحي والرك زهير سيشكلان المهاجمين. إذا هذه المحاولة الأخيرة كما قلت لكم تدخل كان جيد للحارس نادر المياغري. نادر المياغري كان بطل في المواجهة التي أجريت في تونس، الصحافة التونسية أشادت بتدخلات الحارس نادر المياغري. مساكني يوسف خلق متاعب في الرواق الأيمن للاعب مساكني يوسف، دخل مكان اللاعب حمامي شادي. أحمد أجدو يحصل على خطأ. الحصول على الأخطاء في حد ذاته امتياز لصالح العناصر الوطنية. بالفعل كان هناك خطأ. لنعتقد بأنه كذلك أيوب سكومة في عملية إحماء، فأعتقد بأنه سيدخل اللاعب أيوب سكومة لاعب الوداد البيضاوي بعد دخول اللاعب الرك زهير لاعب فريق الوداد الفاسي. الرباطي أمين، كرة عالية، تسلل اللاعب ياسين الصالحي، وتدخل جيد لمتلوتي أيمن. الرك زهير يسترجع هذه المحاولة لصالح المنتخب المغربي. صعود رشيد السليماني، الشيحاني، حميد مجار، حداري ممتاز، تدخل جيد للشيحاني. ممتاز أحمد أجدو. خطأ الحكم كيعطي راس بقية. الرك زهير خصو يتقدم الآن، بقى أمامه فرصة، ولكن قدم الكرة لاعب الرك زهير. كان يجب التمرير في اتجاه لاعب ياسين الصالحي. يجب أن نخليه العناصر التونسية في نصف ملعبها. تسلل بالفعل. نادر المياغري الآن غادي ينفذ التسلل. كرة عالية، الرك زهير تمس الآن لصالح المنتخب التونسي. بني يوسف صيام، ضائعة، رشيد سليماني كرة أمامية. فوزي عبد الغني، أحمد أجدو، كاروشي، لكاروشي أحمد أجدو، ولكن كانت تمريرة ضائعة. ما كنشاهدوش كثير صعود كل من كاروشي وكذلك رشيد السليماني. كرة أمامية، خروج نادر المياغري، حداري. أوي 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 أوي. يا نادر كدت أن ترتكب هفوة اللقاء.
كان ابعاد خاطئ من نادير المياغري أسامة الدراجي. الحظ والعارضة وقفت بجانب المنتخب المغربي حذار يا نادي المغربي، خطأ كاد أن يضرب كل العمل، عرض الحائط كل العمل الذي قمت به نادي المغربي. حذاري نقطة تحول المقابلة، هدف التعادل لعناصر المنتخب التونسية، هدف التعادل. يعني صراحة التخوفات كانت واردة في الجولة الثانية في الدقيقة 75. المنتخب التونسي يعدل في النتيجة، قلنا بأنه يجب الحذر بشكل كبير، طيلة 45 دقيقة في الجولة الثانية. لم يكن التموضع صحيح، غاب أمين الرباطي وغاب كذلك الحاج، الآن كما شاهدوا في الصورة وحيد لاعب المنتخب التونسي لاعب نادي حمام الآن صابر خليفة يوقع هدف التعادل، وبالتالي المقابلة الآن مشات لمنعرج آخر. إذن تعادل لصالح المنتخب التونسي. قلنا بأنه الجولة الثانية خصنا نكونوا أكثر حذر، أكثر تركيز. الآن في حالة التعادل الإيجابي، نتمنى بأنه المنتخب المغربي يسجل في هذه الربع ساعة الأخيرة من الجولة الثانية. نتمنى بأنه المنتخب المغربي يسجل ونتجاوزوا الذهاب إلى الضربات الترجيحية. كنا كنعرفوا بأنه الضربات الترجيحية فيها نسبة كبيرة من المجازفة والمغامرة، فنتمنى بأنه العناصر الوطنية تعرف جيدا بأنه 15 دقيقة هي كافية باش أننا نرجعوا في المقابلة ونحقوا الفوز، ولكن يجب الثقة في النفس. كرة في اتجاه أحمد أجدو، عادل كروشي بكل هدوء، يجب الهدوء والتركيز، كان هناك خطأ، أعتقد كان هناك خطأ في حق اللاعب أحمد أجدو، كان هناك خطأ. إذن يجب التركيز، إنه لا شيء حسم في حالة التعادل الإيجابي. انتهى 90 دقيقة بالتعادل الإيجابي، مباشرة سنتوجه للركلة الترجيحية. يعني يجب مساندة المنتخب المغربي إلى آخر لحظة وآخر رمق. تماس الآن، تماس أسامة الدراجي، اعتقد هناك تماس ماشي ضربة خطأ. المنتخب التونسي الان اكيد بانه غادي يضيع الوقت، وبالتالي غادي يتوجه لتنفيذ الركلات الترجيحية. المنتخب التونسي في الحصص التدريبية سواء الاجراء بمركب بن جلون، مركب الوداد البيضاوي، وسواء بملعب الابجيكو، فركزت كثيرا في كل حصة تدريبية على الركلات الترجيحية، وكأنه يراهن على الركلات الترجيحية. فوزي عبد الغني، الآن الحداوي يجب أن يلقي بورقتي سواء عمر نجدي أو أيوب سكومة. الآن أصبحنا لزاما أننا لعبوا هذه 10 دقائق بنية الهجوم، لأن يعني الركلة الترجيحية كتبقى فيها نسبة المجازفة صعيبة. إذا الورقة صفراء لفوزي عبد الغني. إذا بعد عادل الكروشي مقابلة مع
بداية قلت بأنها مقابلة صعبة، لأن الجولة الأولى انتهت بالتعادل في تونس، وهناك جولة ثانية هنا تجرى في المغرب. دائما المقابلات التونسية المغربية دائما مقابلات صعبة. نتمنى الصادقين بأنه هذه المواجهة تنتهي لصالح المنتخب المغربي. خطأ في التموضع للمدافعين الأوسطين أمين الرباطي والحاج والصابر خليفة يسجل هدف التعادل. أمين الرباطي ضائعة، يجب الثقة في إمكانية لاعبي المنتخب المغربي. فوزي عبد الغني، أحمد أجدو، فوزي عبد الغني، فوزي عبد الغني ممتاز، لكن كانت فكرة ممتازة لفوزي عبد الغني. يجب المساندة، يجب المساندة، يجب المساندة والتركيز. حداري أسامة دراجي وحيد في الجهة اليسرى، حداري مساكني يوسف، مساكني يوسف، المساكني يبحث عن التوغل. خطير خطير، ضربة جزاء، ضربة جزاء. اي 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 سيناريو لم يكن في البال ولا الحسبان. الحكم التونسي اعتقد قاسي جدا في اعلان عن ضربة جزاء. سنشاهد الاعادة. مساكني يوسف راوغ اللاعب الشيحاني، اعتقد ما واضحاش باش نشاهدو. اللاعب التونسي مساكني يوسف كان ذكي، كان ذكي، ما كانتش هناك عرقله من امير باطي، يعني صادقين ما غنقولوش حنا فقط معلقين المغاربه غادي نقولوا بانه، ولكن كان ذكي اللاعب تحايل على الحكمين، لانه امير باطي ما كانتش عنده نيه قصد ضرب اللاعب او عرقله اللاعب، كان رمى برجله من اجل اتجاه الكره. فيمكن نقول بانه الحكم حكم علينا بضربه جزاء في هذا الوقت اللي صعيب جدا، وقت صعيب جدا. شاهدوا طريقه مسقط المساكني يوسف، قلت بانه لاعب النجم الساحل التونسي، لاعبين بوعزاوي وجيد والمساكني يوسف اعطوا صعابه المقابله في حاله تسجيل ضربه جزاء، لانه الان اصبح يلزم الهدفين وليس هدف. إذن القدر التونسي مرة أخرى. الصادقين نتمنى أن يتألق نادي المغرب. رياح مهدي يسجل، يسجل الهدف الثاني. إذن هدفين لواحد لصالح المنتخب التونسي أمام النظير المغربي. الآن المقابلة صارت صعبة للغاية، وبالتالي يعني صراحة اللاعبين قاموا بمقابلة جيدة، ولكن كرة القدم ما فيهاش فقط، ما يمكنش تضبط كل شيء في كرة القدم، كاين هناك نسبة كبيرة من الحظ. هذا ما غاديش نقول بأنه غادي يرميو بكل لائمة على الحظ، ولكن هذا هو قانون كرة القدم. ماشي دائما خصك تفوز، ماشي دائما خصك تحسم، ولكن كاين هناك امور كتكون في نفسية اللاعبين، كتكون في الحظ، كتكون في العديد من الامور، هي اللي كتخلي بانه او كترجح كفتك. هدفين لواحد، الجولة الاولى تفوقنا بهدف للصفر وسط لاعب هدف امير باطي، لكن الجولة الثانية ضربة جزاء بكل صراحة غادي نقول بانه قاسية. الآن صعبة المقابلة. الشيحاني، رشيد سليماني، الرك زهير، رشيد سليماني، وهدف، هدف ثاني، هدف ثاني. الآن يجب أن نلعبوا على الهدف الثاني. عندنا إمكانيات، عندنا إمكانيات، ممتاز، خصنا
هذا النوم ونكونوا الثقة بنفسنا، لأنه عندنا ما نرسموش الأمور دراماتيكية، رسموا الأمور واقعية. الآن سعاد رشيد سليماني أعطانا هدف صعود عدد كرسي. رشيد سليماني حذري حذري، لفتت بسرعة. الآن بقات 5 دقائق، الصعود جيد، ركزوا يا العطاء تمريرة. رشيد سليماني توغل سدد سجل هدف ثاني. الآن خصنا هدف ثالث بإمكاننا نجيب لها الناس من كل لاعبين. بصراحة الآن عندنا 4 دقائق، ما بقاوش نتسناو. الآن يجب المغامرة ولعب الكل. إذا كان الحكم عطى ضربة جزاء قاسية في الجولة الثانية ما كانتش واضحة، دون الحديث عن أداء الحكم، يمكن نقول بأن نثقوا في إمكانياتنا، نثقوا في هذه 5 دقائق. رشيد سليماني سجل الهدف الثاني. الآن يجب صعود كل لاعبي المنتخب المغربي. رشيد سليماني الآن لصالح المنتخب المغربي. الشيحاني والحاج، والحاج الآن خصو يرفع الكرة للأمام، لأنه كاين هناك حميد بوجه، كاين كذلك مكرش، أنه يكون تغيير يدخل كذلك نجدي أو أي مسكومة. فرصة الآن، فرصة 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 للمنتخب المغربي. ركزوا، هي فرصة والزاوية. الآن يجب صعود كل لاعبي المنتخب المغربي. الآن يجب صعود كل لاعبي المنتخب المغربي. ممتاز أحمد أجدو، أحمد أجدو كيرفع كرة، فرصة ضربة، ضربة كان هناك عرقلة بحق ياسين الصالحي. نادي المغربي الآن، نادي غادي يرفع الكرة. الآن 4 دقائق لنهاية المقابلة، كرة أمامية لصالح المنتخب التونسي. هناك تسلل، هناك تسلل، يجب أنه يتنفذ بسرعة. الله يخليكم لاعبي المنتخب المغربي، يجب الآن يتمسكوا بالأمل لآخر رمق، لأنه فرصة لا تعوض للعناصر الوطنية الصادقين. نتمنى التوفيق للاعبي المنتخب المغربي. أحمد أجدو الآن، أحمد أجدو، أجواء حماسية هنا بمركب محمد خميس. كاين هناك خطأ، كاين هناك خطأ، يعني صراحة الحكم ما مخليش بأن المقابلة تمشي في واحد الأجواء جيدة. ياسين الصالحي تسرع في التمريرة، ولكن على العموم بقى الكرة الآن لصالح المنتخب المغربي. رشيد سليماني، رشيد سليماني الآن، رشيد سليماني كيمارة في اتجاه أحمد أجدو، ممتاز. رشيد سليماني الآن، رشيد سليماني كيرفع كرة، كيرفع الكرة، وضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح المنتخب التونسي. الآن غادي نعيشوا 3 دقائق فيها أعصاب كبيرة، فيها الآن المنتخب التونسي غادي يبدأ أنه يقوم بالمسلسلات ديال تضييع الوقت. فلما كانت السينما التونسية متألقة، فهي متألقة الكرة التونسية في مثل هذه المسلسلات. خص لاعبين المغاربة ما يدخلوش في مشادات مع لاعبين التونسيين، لأنهم لاعبين تونسيين ذكيين في مثل هذه اللحظات واللقطات. دخول أيوب سكومة، نتمنى أنه يكون دخول فعل حسن ويعطينا السيناريو اللي نتمنى هو أن تكون ضربة جزاء ويكون هدف. دقيقتين يعني صراحة كفانا من الإخفاقات، كفانا من الإقصاءات. فنتمنى وصادقين، أعلم تمام العلم بأنه العناصر الوطنية لم تفرط في الاستعداد. كاين هناك استعداد نفسي كبير، كاين هناك استعداد بدني، كاين هناك عناية خاصة من الجامعة الملكية لمشاركة المنتخب المغربي. ولكن نتمنى بأنه الحظ يكون بجانبنا. أيمن المتلوشي الآن أكثر من دقيقة ونصف كان فقط توقف. الهدف الثاني الآن المتلوشي خصو ورقة صفراء، ولكن ماذا ستجدي الورقة الصفراء؟ يجب السرعة، السرعة يا حكم، السرعة في تنفيذ مثل هذه الأخطاء. يعني صراحة وضعية صعبة نعيشها في هذه اللحظات. كرة أمامية، ركزوا هير، أيوب سكومة، أيوب سكومة، عادل الكروشي يرفع الكرة لياسين الصالحي، ياسين الصالحي، حميد بوجار. كان هناك خطأ في حق اللاعب حميد بوجار، هجوم مضاد مساكني لرشيد سليماني لنادي المياغري، نادي المياغري رشيد سليماني. الآن
محاولة هجوم رشيد سليماني لأيوب سكومة لأحمد أجدو، يجب التركيز. 5 دقائق وقت بدل ضائع، بإمكاننا نرجعوا في المقابلة. محاولة ولكن كان هناك أداء في حق لاعب رشيد سليماني. الآن لاعبي المنتخب التونسي غادي يتفنوا في تضييع الوقت البدل الضائع. سيتفننون التونسيون في تضييع هاد 5 دقائق. يجب على الحكم إن تفنن وأعلن عن ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، يجب أن يتفنن كذلك في عدم تضييع 5 دقائق للمنتخب المغربي. أيوب سكومة، نتيجة تؤهل المنتخب التونسي. هدف ثالث إن شاء الله سيكون قريب. أمين الرباطي، كرة أمامية للمنتخب المغربي، كرة أمامية، إبعاد من طرف لاعبي المنتخب التونسي. أسامة دراجي، أمير الرباطي يتدخل. ضربة خطأ يجب أن تنفذ بسرعة، يجب أن تنفذ بسرعة. إذا كيف ما قلت لكم بأن التونسيين على نار هادئة وباردة ينفذون الأخطاء. أيمن المتلوتي، كرة أمامية، والحاج نتمنى أن تبتسم الكرة للمنتخب المغربي وأن يبتسم لنا الحظ. فوزي عبد الغني، ضربة خطأ يجب الاعتماد على التمريرات القصيرة. أعتقد بأن التمريرات العالية ستكون لصالح المنتخب التونسي، ولكن على العموم عادل كروشي واحد، عادل كروشي واحد بالفعل، عادل كروشي يمرر. ممتازة، دائما الشباك، دائما المحاولة. يمكن تجي الخطورة، يمكن تجي الجديد، يمكن صراع كبير. عادل كروشي مرة أخرى كيرفع المحاولة، فرصة، إبعاد. إذا الكرة لصالح المنتخب المغربي. مر الدقيقتين. أيوب سكومة كيرفع المحاولة، فرصة تدخل لاعبين المنتخب التونسي. لأحد لاعبين ساقطين، إنهم يريدون تضييع الوقت. حذري. هناك خطأ واضح على الحكم. إذا خصو رخص فرا، إذا خص تنفذ الآن بسرعة. عمر رجي الآن سيدخل بعد قليل. آخر تغيير، أحمد أجدو. دقيقتين فقط متبقية، دخول متأخر لعمر رجدي، ولكن الوقت لا يرحم. يلا حتى الكرة تخرج باش تعطى فرصة لعمر رجدي، ماشي في صالحنا. لو أي ثانية كتساوي وقت غالي في هذه اللحظات. كرة أمامية فاتجاه ياسين الصالحي لألحاج. ألحاج الآن خصو يرفع باتجاه حميد بوجار. الآن يجب تكون تغيير، الآن خصو يجرى التغيير. خروج فوزي عبد الغني ودخول عمر رجلي. بالفعل دخول عمر رجلي، نتمنى النجدة من عمر في هذه اللحظات. أحمد أجدو كرة أمامية وزاوية. سعاد يا ميغري، نتمناو بأن كذلك نادي الميغري أنه يلتحق بلاعبي المنتخب المغربي. الآن ما أصبحت لحظات حاسمة. كرة عالية، ضربة لريك زوير وضربة مرمى. نشاهدوا الآن لاعبي المنتخب التونسي كيتوصلوا بكرة، ولكن كيبعدوا الكرة. إذن 30 ثانية فقط متبقية. من الوقت البدل الضائع، ولكن في هذا الوقت البدل الضائع هناك وقت بدل ضائع. بطء شديد في التنفيذ. المنتخب
التونسي الان غادي يحاول انه ما يضيعش الكره في اتجاه نادي المياغري. اذا اخر المحاولات اخر المحاولات واللحظات الاخيره. رشيد سليماني كره اماميه، بقى الخطوره وارده. ياسين الصالحي لايوب سكوما، الحكم كيقول زاويه، على العموم زاويه فقط، يجب ان تلفت الزاويه، كفى من تضييع الكلام مع الحكم. لاحمد اجدو، احمد اجدو ضربه جزاء، اوي اوي اوي، الحكم كيقول او ضربه خطا. اذا غادي نشاهدوا الحكم ماذا سيعلن، يعني ضربه خطا لصالح المنتخب التونسي. كانت المحاوله، اذا اعتقد مقابلة تسير نحو النهاية. هدف اللاعب رشيد سليماني أعطانا الأمل، لكن شاهدوا المنتخب التونسي، شاهدوا الآن ما باغيش ينفذ ضربة خطأ. لأن إذن حتى الطرد ما غاديش ينفع، ولا ما غاديش ينفع في هاد اللحظات، لأنه طرد في الدقيقة 96، طرد لا يغني ولا يسمن من جوع، وبالتالي المنتخب التونسي غادي ياخذ هذه ريعة من أجل تضييع بعض الوقت. الحكم تموني صلاح وليد عطى طرد، ولكن طرد جا في الدقيقة 96 أو 97، فقيمة الوقت أصبحت أهم من قيمة الطرد. كرة أمامية لنادي المياغري، آخر الهجومات وآخر لحظات نادي المياغري، الصراع نادير، كرة أمامية، كان هناك خطأ، كان هناك خطأ في حق لاعب ركزوير لأيوب سكوما، لعادل الكروشي كيرفع محاولة ممتاز، سداد ويتأهل المنتخب التونسي ويقصى المنتخب المغربي. صراحة تعجيز الكلمات عن وصف المقابلة ووصف اللحظات، لحظة الإقصاء. إذن إقصاء المنتخب المغربي من التأهل للسودان، وبالتالي تأهل المنتخب التونسي. إذن هنيئا للمنتخب التونسي بالتأهل، وحظ أوفر للمنتخب المغربي في مناسبة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.